ثم الشكر موصول لأخي فضيل الشيخ مصطفى الجهري، وإن كنا لقبناه بلقب فما أدري حزن منه أم لم يحزن، فإن كان حزن يخبرنا حتى نقل فنداء إخوانك بأحب الأسماء إليهم مطلب، فكنا أطلقنا عليه لقبا أقوله. لا هو يأذن أو لا يأذن كنا نلقبه في مصر بخطيب الفلاحين، وهذا لما له من أثر طيب في فئة نحن لا نستطيع الوصول إليها، لا نستطيع الوصول إليها ولا نستطيع مخاطبتها، فبدعاباته الطيبة وإيصاله المعلومة التي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب قشيب يستقبلها الناس مع دعابة ليس مع العبوس القنطرير، فنستقبلها تستقبلها النفوس بأريحية سهلة، والحمد لله يزال التكلف إلى حد كبير. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى الجوهري أو الجهري أيهما أصح، أظن الجوهري من الجواهر، فجعلك الله كذلك تخرج الجواهر من فمك الطيب المطيب آية وحديث، فهذه الجواهر في الحقيقة آية من كتاب الله، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.